في مجددا عبر هواء الإخبارية السورية في تغطية خاصة لنقل مجريات خروج المسلحين الدفعة الثانية من المسلحي حي الوعر خارج الحي. بالطبع نحن الآن ننتظر يعني تنفيذ يعني خروج الدفعة الثانية من حي الوعر. نحن الآن حاليا عند الحاجز حاجز الشؤون الفنية عند هذا المعبر الذي سيخرج منه المسلحين يعني. واليوم من المتوقع أو المقرر أن يخرج حوالي 100 مسلح بسلاحهم الفردي وعائلاتهم إلى ريف محافظة إدلب يعني استكمالا لتنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاقية الوعر. بالفعل يعني زملائنا في استديوهاتنا المركزية في دمشق يعني اتفاقية حي الوعر تسير على قدم وساق، وقد يعني اتخذت من قبل المحافظة الجهات المعنية في محافظة حمص كافة الإجراءات الكفيلة باستكمال عملية خروج المسلحين. ونحن الآن يعني نرتقب خروج الدفعة الثانية من المسلحين بحسب الاتفاقية استكمالا لتنفيذ المرحلة الثالثة التي تكفل يعني باستعادة حي الوعر إلى حضن الدولة وجعله خاليا من السلاح والمسلحين بشكل كامل. يعني كنا سابقا خلال يوم الخميس قد واكبنا بالصوت والصورة لحظة بلحظة خروج الدفعة الأولى من المسلحين، والذين بلغ عددهم حوالي 123 مسلحا ومع عائلاتهم الذين بلغوا يعني عدد على العشرات من النساء والأطفال، والذين توجهوا كان عندئذ إلى ريف حمص الشمالي تحديدا إلى منطقة الدال الكبيرة. في حين يعني نحن ننتظر ونرتقب خروج الدفعة الثانية من المسلحين الذين يعني سيبلغ كما قلنا حوالي عددهم حوالي 100 مسلح مع عائلاتهم إلى ريف محافظة إدلب. هذا كل ما لدي حتى اللحظة زملاء، وسنوافيكم برسالات جديدة في شكرا. كل جديد، وعودة إليكم زملاء في استوديوهاتنا. شكرا جزيلا لك.